شو بدك راجديب؟ قلي ليش جبتني لهون؟ هاي غرفة الأمن تبع بناية نانديني، أنت شو عم تعمل هون؟ شكلك نسيان إنك موقع تعهد؟ راجديب ما حدا بيقدر يمنعه عن شي، ما حدا فيكن قدر يمنعني. بس منيح إنك جيتي، لأني هلأ رح أورجيك شي كتير مهم. بصل تصرفات زوجك باندي، حابة تشوفيهن وتشوفي مسلسل العشق؟ واحد، اثنين، ثلاثة. لا، إذا أنا بلشت أفكر مثل راجديب معناتها شو رح أفرق عنه؟ أنا ما فيني شجع أفكاره القذرة هي، وما بصير أرجع أعلق بشباك الشك من جديد. الشك ماله نهاية، وهو مرض ماله علاج، لهيك لازم بعيد عنه. أساساً أنا مالي أي حق شك بناس طيبين مثل نانديني وكونال، هالشي غلط يا مولي. وقف، بكفي طفي الشاشة، أنا ما بدي شوف شي. راجديب يا ريت تحتفظ بعقليتك وبأفكارك المريضة، ما رح أسمع منك ولا كلمة. تعرف شو؟ بسبب عقليتك القذرة والمريضة هي خسرت زوجة مثالية مثل نانديني، وهلأ ناوي تخرب لي زواجي؟ مولي أنت عن جد مالك شايف الحقيقة؟ ولا مالك حابة تشوفيها يعني؟ بعدين أنت عذبتي حالك وإجيتي لهون، طيب على القليلة شوفي جوزك شو قاعد عم يعمل؟ قلت لك ما بدي شوف شي. بعدين أنت شو بدك تفرجيني؟ بعرف شو في بهاي الفيديوهات. كونال إجا على بيت نانديني كذا مرة مو هيك؟ طيب سيد تاكور، مشان يكون بعلمك كونال ونانديني صاروا رفقات مقربين كتير، وهالشي بفضلك. كل اللي صار صار بسببك، لأنه حضرتك عذبت نانديني وزعجتها كتير، وكل مرة كان كونال يوقف معه ويساعده، لهيك هنن هلأ صاروا رفقات مقربين كتير، علاقة صداقة. وهالشي ما بيعني أبداً أنه الأفكار القذرة اللي عم تدور براسك صحيحة. طيب بس كملي المقطع، صدقيني رح تنصدمي باللي رح. ما بدي شوفه. لك هي البداية، الفيلم لسه ما بلش، تابعي للأخير. ما بدي. أنا بوثق بزوجي وبرفيقتي أكثر من ما بتتخيل، وأنا ما أجيت لشاركك بأفكارك القذرة والبشعة هي. أنا بس أجيت قلك إنه العلاقات بتنبنى على الثقة، بس أنت ما رح تفهم هالشي، لأنك واحد وسخ وبظن إنه مرته هي غرض من أغراض البيت وباقي النسوان لعبة بين إيديه. أما كونال شخص محترم وأكبر من أفكارك الوسخة، وأنت بحياتك ما رح تقدر تصير مثله. أوعك تفكر وتخطط كتير لأنه يمكن ينفجر مخك. تفكيرك كتير رخيص وسخيف يا راجديب، وعقلك لسه على أسخف. بقى رجاءً بعد عني وحاجة تضايقني وتزعجني. إيه صح، حتى نانديني ما عاد تخاف منك بعد هلأ. بقى خليك بعيد وبالتوفيق. غبية مولي، رح يجي يوم وتندمي لأنك مشيتي. بس ولا يهمك، أنا ما رح صير مثل كونال ولا رح أعمل مثله. وبعدين أنت اللي بحاجة التوفيق مولي، لأنه لما أعطيكي الدليل القاطع على تصرفات زوجك رح تحسي الأرض انسحبت من تحت رجليكي. ساعتها بقيت مسخري على أخلاقي. غبية، رح أكشف لك نوايا زوجك قريباً. نانديني طلعت مو قليلة أبداً مولي.
لك رفيقتك عم تخرب لك بيتك يا بنت غبية. رايحة يا مدام حتى لابسة على آخر طرز ومزبطة أموري؟ أنا بعرف إنه نحن عم نخونها، بس حرام نأذيها أكتر من هيك. كونال ضميري عم بيعذبني كتير، حتى ما عم بقدر نام بالليل. أول شي وقت شربنا وسكرنا، وبعدين اللي صار بالمسابقة، حسيته كأنه نظرة مولي إلي تغيرت. هي ما قالت لك شي؟ أبداً، بس بصراحة إذا بتسألني هالمرة ما رح أرجع كذب عليها. المهم هلأ أنتي جهزي حالك لنروح على المهرجان بالمعبد، رح أخدك لهنيك بكرة، ورح نروح وصدقيني حننبسط، ورح نرقص ونتسلى كتير. هاي جبت لك الدليل، رفيقتك المقربة وزوجك قاعدين مع بعضهم مثل عصافير الحب. هلا رح تشوفي يا مولي انه كلامي مزبوط، ورح تعرفي بمين لازم تثقي. معناها تعالي الشهر الجاي لشوفك، ورح أوصف لك فيتامينات خديهن من اليوم. معفاي إن شاء الله. يسلموا. أهلين. لا ما بدي أشوف هالفيديو، راجديب عم يعمل هيك قصداً كرمالي خليني شك بنانديني وكونال وبطل أثق فيهم. رح أحذر وريح راسي، ما رح أسمح لك تدمر حياتي راجديب. أنا ما رح أسمح لك أبداً تسمم لي أفكاري بالشك.
لعملك شو هالمرة الغبية هي؟ لك شو مانا عم تشوف شو في قدامها؟ فكرة حالة عايشة بالأفلام الهندية؟ الحب الأعمى يا غبية، رفيقتك قاعدة عم تخونك وانت عم تحضريني؟ لعمى شو هالغباء؟ كيف بدي خليها تصدق؟ مرة غبية. كيفك كونان؟ شو أخبارك يا رجل؟ لك بعد زمان؟ إيه إيه، كيفك أنت؟ لك منيح كتير. أنا حابب وحدة تانية، ما عادت بحبها لنيها. شو هالتخبيص هاد؟ شو نسيت إنه نيها مرتك؟ إيه بس هاد الحب خلص. معقول أنت بتقدر تقول بحبك لوحدة تانية؟ إذا عندك مشكلة بعلاقتك معها حلها، أنت لازم تحلها.
لأنه هاي مرتك. نيليش هذا زواج مو لعبة، ما بيحق لك تخونها بهاي البساطة، مفهوم؟ كونال، أنا حابب أتشكرك كثير. على شو بس؟ كونال، لو أنت ومولي ما وقفتوني عند حدي هداك اليوم، ما بعرف شو كان رح يصير فيني. أنا كنت عم أغلط كتير بخيانتي لمرتي، وكنت ماشي بالطريق الغلط، بس أنت ومولي أنقذتوني من هالطريق. أنا مبسوط كتير مع مرتي هلأ، والفضل كله بيرجع لإلكم. بالمناسبة، وين مولي؟ مالي شايفة معك؟ مولي راحت تجيب لنا أكل وجاية. ماشي، بسيطة. طيب أنا مستعجل كتير هلأ، بلكي منلتقى بشي محل هالفترة، ماشي؟ ايه أكيد. أوكي، اتفقنا. مع السلامة. يلا بشوفكم، باي. اسمعي بنتي، لازم تباركي مفاتيح العيادة بس توصلي على المعبد. ماما، أنا مشان هيك جيت لهون، يا ريت لو كان كونال معي هلأ. طيب ليكي ماما، في ضجة كتير حواليي، باي. لازم نتعب لحتى نحقق أحلامنا. صراحة عملت هيك لأنه قررت أفتح عيادتي الخاصة قريباً جداً. تحقيق الأحلام بده وقت وجهد كبير، وبال 2018 رح نفتح عيادتنا الخاصة. كونال مشغول كتير لهيك ما قدر يجي، مشان هيك جبت مفاتيح عيادته معي لهون كرمال تتبارك العيادة. بشكرك يا ربي، بتمنى تقوى علاقتنا أنا وزوجي أكتر وأكتر. مبارك.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.